مرحبا بقناه حسن ميكان. السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله اليوم كاينه القاعده، جبنا لكم سياره جديده ان شاء الله. هذه السياره شريتها لواحد المتبع ديالي تقريبا شي عامين هذه، ان شاء الله عيط ليا كما القاعده كما كنقول لكم ديما، اللي ما عندوش السياره شريتها له وبغى يبيعها عيط ليا. هذا السيد هذا قال لي بغيت نبيع السياره، قلت له انا جاي عندك. السياره هي في المتناول ان شاء الله، اللي بغاها يتواصل معايا. دوكر سي بوي 2017 ضربه 187000 دوريجين ديالها ريال، دوزتو كلشي اللي فرزقوا الاخوان. يجي ديال سياره زوينه بزاف، مهلي فيها مولاها بزاف بزاف، اللي فرزقوا يجي ديال الاخوان. ها هي الدوكر الاخوان سي بوي، اللهم بارك. كما القاعده سياره شريتها المتتبع تقريبا شي عامين هذه، قلت له كتما بغيت تبيع اي واحد كما كنقول لاي واحد، كتما بعث لك السياره لو كنت معاك حتى شريت السياره بغيتي تبيع عيط لي اخويا ندي عندك السياره. السياره هي اللي فرزقوا يجي ديال الاخوان، سيارة واعرة بزاف ونقية، دوكير سي بوي 2017 اللهم بارك، 187000 ومازال فيها المسائل ديالو، راه ما خديت والو التليفون كلشي فيها، اللهم بارك الاخوان. ما هو الضوء الكيلومتراج ديالها، ليكرون ريغيلاتور ليميتور كليما كلشي خدام، كلشي كلشي. المرايا بالضوء، رادار، هذا راه الرادار ديالها دوريجين. يلاه الاخوان راه مازال الطوموبيل مغسولة ما والو. السيد كيكون في مراكش وكيكون في اكادير، ولكن ان شاء الله غيدخل اكادير في هذا الاسبوع هذا غيكون هنا. نبغى في مراكش نصيفط له النمره ديالي يمشي يقضي فيها الغرض، ما عندي مشكل. سياره واعره بزاف نقيه اللي فرزقوا يجي ديال الاخوان. البنوات ديالها اي كارت غريزه الاخوان، ما انا راه ماشي مولاها، شريتها له تقريبا شي عامين هذه. الموتور ديالها قال لي ما كاين لا زيت لا في ماج لا والو لا والو، اللهم بارك. المنتجين ديالها هو راه ما مغسول لا موتور لا والو، تغسل هادشي هذا راه يتغسل الموتور راه تولي حاجه اخرى. مما انا بالنسبه للموتور حول ما امكن ما تكثرش فيها الغسيل كل مره 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 ديما ديما، ما تغسل على والو الطوموبيل الاخوان، ما تغسل عليها والو. سياره زوينه، اجي وركب الاخوان، اجي وقد الوريقات ديالك وركب، ما تغسل عليها والو. طوموبيله في المتناول في الثمن، راه ما غادي والله العظيم ديال الحريفي يقول فيها واحد الثمن ديال 15 14 ونص 15، هادشي راه معروف كيتباع بزاف، ولكن هذا مباشرة غنديك الكساب بيع وشري معاه، تدي عندو السيارة بثمن مناسب الإخوان. علاش أنا مبغيتش نشريها عندو؟ حيت علاش مخصنيش، حيت بعتها له مخصنيش نضرو، مال مخصني نجيب ليه كساب، كساب اللي غيعطيه الثمن ديالها ديال الثمن المناسب. ما أنا إلا غنشريها مثلا عندو خصني نشريها بثمن قل باش نصور فيها شوية، ولكن ما خصنيش نضرو، خصني نجيب ليه كساب. داكشي علاش درت لها فيديو ونقول لكم ديال السيد ديريكت. لي كوسانات ديالها راهوما ستي بوي، والله العظيم هاد القضيه دابا ديال الحريفيه كيقولوا لي، كيقول لي انت ما مزيانش ما داير ما فعل، كيقولوا لي ملي سياره كتكون عندك كساب كديها كتسنى حتى كيجي كتبيع لك كساب اخر باش حنا ما نصورو فيها. كنقول ليه لا، عندي الناس دياولي خصني نبيع اليوم، عندي الناس ديالي، عندي الكليان ديالي اللي غنعيط له نجي يقول لي راه دابا نعيط للكليان نقول لي جي السياره يديها، ولكن كنقول علاش لا نشارك معكم السياره حتى نتوما. ما تعرف اللي فرزقي جدا، انا ما كنفضل حتى واحد على الاخر. طبيه كلها مغلفه من تحت كلها، شتو كلها تحيد لها هذه. دابا الحريفه شنو كيدير؟ هادشي دابا مثلا ملي كيلقى طوموبيلك كيحيد لها الطبيه باش ينقيها ويدير لها لافاج مزيان، يدير لها ستيكاج، ينقل لها داك الموتور وتولي طوموبيله واحده اخرى. هذا هو الطوموبيل، ما عنديش المهم فيه هو الكاروسي يكون مليح يكون نقي يكون هو هذاك، هذا هو الامان ديالنا. اللهم بارك الاخوان. هادشي هذا راه ما كيكونسومي والو، الله يعمر هضر داس، يلا يعمر هضر، ما كتاكل والو، اللهم بارك. هذا هو الاخوان كما قلت لكم، ثمن مناسب فيها، اللي عنده غرض بالسياره يتواصل معايا نعطيه الثمن يجي يقضي الغرض مع السيد، ما يخسر والو. الفيدونج فيها وكلشي فيها، كلشي كلشي. هو بغى شي كادي، اللي عنده شي كادي تواصل معايا، كادي شي كادي بيضاء دوبل كوليس هي اللي بغى. دابا بغى يزيد شويه الفلوس يشري كادي، حتى هي مزيانه، ولكن دوكر حتى هي بوحدها عندها المكانه ديالها في دوكر. الكادي حتى هي عندها مستوى ديالها. هذا هو، نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالنا. كما كنقول لكم ديما، اللي عنده شي سياره تواصل معايا الاخوان، عندي الناس زياولي اللي بغاو السياره بحال هكا، عندي الناس زياولي اللي بغى يتقدى. هذا هو الفيروس ديالها، ماشي مشكل خصك تبدل هذا، ماشي مشكل هذا. دابا خصك تدلك شي 170 درهم 180 درهم ديال هذا الفيروس اللي بغى يديه يبدلو. شنو غنقول لكم مازال؟ خصنا ستيكاج، خص الطوموبيل ما تستيكات ما والو.
فهمت راه الكحل ملي كيتستيكا راه قلت له استيكا قلت له قال لي اللي بغى يجي ديابلا ما انا ما كاين لاش انه تستيكي وتغسل الموطور فهمت اللي بغى يجي ديا يستيكيها ويغسل ويقاد الله يسخر نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالنا نتمنى ان شاء الله ما تبقوش هنا بلي لا قدركم كما القاعده السلام عليكم